السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 51 من كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني ابتدائي. عندنا اليوم تصفية الصعوبات القرائية، يعني اللي عنده شي صعوبات قرائية نحاولوا أننا نصفيوها، نقراو كل الحروف اللي درسناهم بالحركات ونشوفوا واش تعرفوا نقراوهم ولا لا. أولا أقرأ لوحتي في جميع الاتجاهات، هذه اللوحة هذه نقراوها في جميع الاتجاهات إما أفقيا أو عموديا، واضح؟ تبعوا معايا مزيان. عندنا التاء، التاء حرف التاء مع الفتحة، مع الفتحة اش كنقولوا؟ تا تا، التاء مع الضمة فوقها ضمة، ماذا نقول؟ تو تو، التاء مع الكسرة تي تي، التاء مع الألف، ألف ديال المد تا تا، التاء مع الواو ماذا نقول؟ تو تو، التاء مع الياء ماذا نقول؟ تي تي. دابا نشوفوا التنوين، التاء فوقها جوج ضمات، شكون نقولوا؟ تن تن، كيكونوا جوج ضمات، تن كيكونوا جوج كسرات، نقولوا تن بحال تي، هو كنزيدو ديك ن تن، باش نقولوا راه كاينه جوج كسرات. هنا تاء مع جوج فتحات بحال كتقول تا، ولكن كتزيدها ن، تن تن. نشوفوا الطاء دابا، الطاء مع الفتحة ط، مع الضمة طاء مع الضمة طو، الطاء مع الكسرة طي طي، الطاء مع الألف طا، الطاء مع الواو طو، طاء مع الياء طي، الطاء مع التنوين بضمتين طن، الطاء مع التنوين بكسرتين طن، الطاء مع التنوين بفتحتين طن. نعيد، أ أو إي، أ أو إي، أن إن أن، ت ت، تو تو، تي تي، تا تا، تو تو، تي تي، تن تن، تن تن، تن تن، ط ط ط، طو طو، طي طي، طا طا، طو طو، طي طي، طن طن، طن طن، طن طن. قرأوا في الاتجاه هذا، تاء طاء، أ تا طا، أو تو طو، إي تي طي، أ تا ط،
ط و ت ط إي ت طي أن تن طن إن تن طن أن تن طن. كملنا هذه الصعوبات القرائية، نمروا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: أجزئ كما في المثال وأقرأ. نجزئ لمقاطع صوتية. الرحيم، هنا كتلاحظوا بأن الحاجة اللي فيها الشدة كنقسموها جوج حروف، لأن هي في الأصل ديالها راها جوج حروف بحال أر هات الر الرحيم، بحال فيها جوج حروف كنقسموهم جوج حروف. هنا الرحيم واضح. وهنا العميمو. إذن كيفاش كتكون؟ العميمو. العميمو واضح. هنا عطوف، المد كيمشي مع الحرف ديالو، إذن هنا العا هنا طو يمشي مع الطاء، هذا المد كيمشي مع الطاء. عطوف واضح. نمر لإتمام المقاطع من تحت كما كتشوفوا. أتمم المقاطع، شنو هذه؟ شنو عندنا؟ مي ماذا؟ ميثاق الميثاق، يعني ذاك الاتفاق اللي كيكون بين الأستاذ والتلاميذ ديالو. ميثاق هنا هنا ال هنا القسمي. قسمي علاش هادو جاوب جوج؟ لان هادي ساكنه كتمشي مع الحرف اللي قبل منه. القسمي هنا احترم. هادي ساكنه كتمشي مع الحرف اللي قبل منه. احترم شنو؟ معلمي. شنو معلمي؟ الحاجه اللي فيها الشده كتولي جوج حروف. هنا معلمي اللام فيها الشده كتولي جوج حروف، كتولي الحرف الاول ساكن كيمشي مع الحرف الاول والثاني كيبقى بوحدو. معلمي واضح. نمر للنشاط الموالي. اقرأ الكلمات. اقرأ الكلمات. كم كم كيف كيف الذين الذين هذه هذه لكن لكن كأن كأن. نمر إلى أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي، وآخر نشاط في هذه الصفحة صفحة 51. قلمي يا قلمي بك أخطط وأكتب وأرسم وبك كلماتي وحكاياتي وأفكاري تلتئم تلتئم. أعيد. قلمي يا
قلمي بك أخطط وأكتب وأرسم وبك كلماتي وحكاياتي وأفكاري تلتئم. أعيد. قلمي يا قلمي بك أخطط وأكتب وأرسم وبك كلماتي وحكاياتي وأفكاري تلتئم. هكا كملنا التمارين ديال الصفحة 51. إلى اللقاء.